العاصمة السويدية ستوكهولم تشهد اليوم الاثنين عقد الاجتماع الدولي المخصص لمناقشة إمكانية إنشاء محكمة دولية لمحاكمة المسلحين الذين قاتلوا مع تنظيم داعش في العراق وسوريا. الاجتماع سيتطرق إلى الآلية الممكنة لإنشاء مثل هذه المحكمة من حيث التمويل أو المكان وكيفية تنفيذ الأحكام. أحدث إحصائيات الشرطة السويدية تظهر أن 20 شخصاً قتلوا من بين 100 حادث إطلاق نار شهدته السويد حتى الآن من العام الجاري 2019. الشرطة قالت أن حوادث إطلاق النار لم تعد تقتصر على المدن الكبرى فحسب، بل انتشرت إلى التجمعات السكانية الأخرى. تقرير لراديو السويد يوضح تزايد النقاش حول وقف المدارس الدينية في السويد تزامنا مع سعي الأحزاب التي شكلت وأيدت الحكومة الحالية تنفيذ بنود اتفاقية يناير الأخير، حيث تعد هذه القضية واحدة من أهم النقاط الواردة في الاتفاقية المذكورة والتي على أساسها تم تشكيل الحكومة. قطاع السياحة في السويد يتوقع صيف العام الجاري انتعاشا قياسيا جراء ضعف صرف الكرون السويدي مقابل العملات الرئيسية، حيث سيستغل السياح الأجانب ضعف العملة للقيام بعمليات تبضع أكبر. فضلا عن ذلك سيضطر الكثير من السويديين لقضاء الصيف في بلدهم بسبب تأثير ضعف الكرون على مصروفهم في الخارج. غرق ما لا يقل عن مهاجرين اثنين وفقدان نحو 25 آخرين لدى انقلاب قاربهم المطاطي قبالة سواحل غرب ليبيا. خفر السواحل الليبي انتشل ما إجماله 73 مهاجرا كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا.